العادة أن الثلاث أبيات يستوجبن بثلاث أبيات رد، ولكن خير المملكة بد على روسنا وين ست أبيات تراكت أنا الثلاث غدا ست ويستاهلون. أنا أقول راجح كتب بيتين يغنى عن أبيات، نرفع لها عقال ونحذف العمة. راجح كتب بيتين يغنى عن أبيات، نرفع لها عقال ونحذف الأعمة. وحدود بطحة مع حدود الغويفات ما هي لجل حفظ المساحة يا لأمة، هذه سبب من شان صرف المعاشات لعيالنا اللي تشرفوا بالمهمة. هذه سبب من شان صرف المعاشات لعيالنا اللي تشرفوا بالمهمة. وأكبر دليل أزماتنا والمسرات متوحدة والعادل يزيد غمه. ومن بعد رب العرش رب السماوات أقولها من قلب صادق وذمه، لولا السعودية وبالذات راحت علينا أشياء كثيرة ومهمة، راحت علينا أشياء كثيرة ومهمة.